المقطع ده متصور تاني يوم عشان ملحقتش اصور الانترو، لاني كنت متأخرة شوية وصحابي كانوا مستنيني تحت البيت، فكنت هتأخر عليهم اكتر. فصورت ده النهاردة، وحشني ان ارجع لروتيني ويومي العادي الهادي البسيط، حياتي الهادية البسيطة. بقالي كام يوم ما بعملش روتيني، ما بعملش الحاجات اللي بحب اعملها بكتر ما انا مشغولة وبخلص حاجات كتير، زحمة 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 زحمة، لدرجة ان انا مش قادرة اعمل اليوم اللي انا بحب اعمله، يعني اعمل روتيني. كمان حاجة، الفيديو ده متصور قبل رمضان عشان احتمال يكون هينزل اول يوم رمضان، فالفيديو ده قبل رمضان كانت شي لسه صيام. Thank you.
يعني زي جبت لك عشان Thank you.